السلايف نرد العد يوم الزحايف يا ربي بنا العسايف خاني بالواحد. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية هذا الميدان ميدان التحدي أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب بتحية الإسلام الخالدة. من هنا من على أرضية ميدان التحدي درة الميادين الخليجية وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق 12 من شهر نوفمبر لعام 2021 نتابع هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة، هذه التحديات تحدياتي وإثارتي وإبداع سن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. أبدأ مع انطلاقة شوطنا الخامس الخاص بالسن الابكار الثنايا من مسافة 8 كيلومتر مع أول الأسماء أول المتقدمين لكي يتابع من يحتل المركز الأول، من يتقدم في هذه اللحظات بالنايفة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري مقدما لنا معزة، ولكن اللي غير واحتل المركز الأول في هذه اللحظات مرحبا بالضويمر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل من يقدم لنا الضويمر ليتقدم المهيب ويغير على أول الأسماء. الدور دور المركز الثالث لأتابع القدوم مع نوف. أرحب بك يا نوف في ميدان التحدي وأرحب بك يا طالب يا بن فرد يا بن طالب يلمري مقدما لنا نوف على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع لأتابع الانطلاقة لأتابع الوصول والانطلاقة في هذه اللحظات من قبل نهرين. نهرين يا نهرين تتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا نهرين سلطان بن محمد بن خميس البادي من يدفع لنا بنهرين على رابع المراكز. الدور دور المركز الخامس لأتابع في هذه اللحظات القدوم والوصول مرحبا بالمغامر وشعار المغامر. تتقدم الذيبة ويتقدم سعيد بن بطي بن محمد الزعبي مقدم لنا الذيبة على المركز الخامس. هكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى للخمس النجوم الفايف ستار الباحثين عن هذا الانتصار الباحثين في هذه المعركة الكبرى. الله 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 العودة إذن إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعارك يا بن نايفة، إلى شعارك يا بن نايفة. من غير في هذه اللحظات يقدم لنا معزة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري مقدما لنا معزة باحثة عن مكان الرفعة باحثة عن مكان العزة باحثة عن مكان السمو والشموخ. تتقدم معزة بشعارها الكبير بشعارها الذي هو نار على علم في ساحات الميادين، يتقدم بالنايفة بماضيه الكبير ويقود هذه المسيرة بينما المركز الثاني يحذر من المهيب وانطلاقات المهيب وكبرياء المهيب. يتقدم محمد بن ناصر بن محمد الشنجل ويقدم لنا في هذه الأثناء الضويم
الضويمر 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 على المركز الثاني. أما ثالث الأسماء أتابع الانطلاقة في هذه اللحظات من قبل نوف طالب بن فرج بن طالب العوير المري من يقدم لنا نوف على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الانطلاقة والوصول في هذه اللحظات من قبل نهرين. تتقدم نهرين وينطلق سلطان بن محمد بن خميس البادي مقدما لنا نهرين على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الوصول وأتابع الانطلاقة. مرحبا ببلشة ومرحبا بك يا بن بجاش، مرحبا بشعار نيوم وصدى والعديد من الأسماء ليتقدم في هذه اللحظات وينطلق على المركز الخامس. فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة المري مقدما لنا بلشة، ويا بلشتكم من هذا الشعار الذي هو قادم للإنجازات وقادم لا محالة إلى منصات التتويج. الله الله يا هذا الشوط الذي يضم نخبة وكوكبة كبيرة من الأسماء الكبرى، نخبة وكوكبة كبيرة من الأسماء الرنانة. عودتنا إلى بن نايفة، عودتنا إلى بن نايفة. هذا اللي يعشق النوايف، هذا اللي يعشق المكان النايف. يتقدم الهاجري، يتقدم الهاجري ويقدم لنا معزة على المركز الأول. ينطلق بهذا الثبات، ينطلق بهذه السيطرة الكبرى، يقدم لنا معزة. عبد الهادي يا عبد الهادي، عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري مقدما لنا معزة. بينما المركز الثاني أتابع الضويمر، الضويمر ومحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. ينطلق المهيب بشعاره الكبير، بشعاره المخيف، يتقدم في هذه الأثناء. الشنجل 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 يعود من جديد، ينطلق مع الضويمر على المركز الثاني. المركز الثالث نوف، نوف يا نوف، وطالب بن فرج بن طالب آل عوير المري يقدم لنا نوف على المركز الثالث. المركز الرابع نهرين، نهرين يا نهرين، يتقدم سلطان بن محمد بن خميس البادي مقدما لنا نهرين على المركز الرابع. المركز الخامس من بلشة على المركز الخامس. فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع بلشة على المركز الخامس. وما بعد الخمسة أتابع وأراقب شعارات كبيرة ورنانة في عالم الإذاعة، كبيرة في عالم الأصالة. ينطلق تنطلق هذه الشعارات والقدوم. ياهو منظر، ياهو منظر، ياهو منظر، ياهو منظر، يرعب 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 يلي تبي الناموس والانتصار. العودة إلى معزة وبن نايفة من يقدم لنا معزة على المركز الأول، والمطاردة والملاحقة، المنافسة في هذه اللحظات مع لوحة الكيلومتر الأخيرة من قبل نوفة، من قبل الضويمر. الضويمر من الجانب الآخر تتقدم، ويتقدم المهيب ناصر بن محمد الشنجل
ينطلق في هذه الأثناء. الله يا أبو ناصر، ولكن نوف من غيرت في هذه اللحظات، نوف من غيرت في هذه الأثناء. وطالب بن فرج بن طالب آل عوير المري مقدما لنا نوف. يا طالب يا طالب يا طالب يا طالب، طالب والجميع طالب، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. نهرين نهرين على المركز الثاني، يتقدم البادي ويقدم لنا نهرين بن نايفة على المركز الثالث، ولكن مرحبا مرحبا بمغيظة، مرحبا بك يا بن عطية صاحبة هذا الشوط في المحلي الماضي، تتقدم مع عاطف بن عطية القرشي. يقدم لنا في هذه الأثناء، هنا يتقدم مع هنا مع مغيظة عاطف بن عطية القرشي. يلا يا بن حلفان، أبناء العرفة بل أبناء المملكة العربية السعودية ينتظرون السلام. وصل 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 الخطر بقدوم المغامر وقدوم نهرين. وصل المغامر على المركز الرابع مع هذه اللحظات، وصلت شريان، ولكن مغيظة 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 واللحظات الأخيرة. الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير، عاطف بن عطية القرشي باحثا عن النقطة الثانية في هذا الصباح. راح بن عطية، راح بن عطية، يا بن حلفان روح روح يا بن حلفان. أبناء العرفة ينتظرون السلامات، ولكن نوف وطالب بن فرج بن طالب آل عوير المري يقدم لنا نوف على المركز الثاني، وهنا بن شير يتقدم في هذه اللحظات مع الرايدة عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري، ولكن مغيظة مغيظة والزعبي يصل. المغامر المغامر مع اللحظات الأخيرة، مغيظة مغيظة الذيبة الذيبة ومغيظة، ولكن الأمتار الأخيرة. سلام يا بن عطية، سلام يدهن، سلام يدهن، تهانينا تهانينا لعاطف بن عطية القرشي على هذا الفوز والانتصار. سلام يا بن حلفان، سلام يا بن حلفان على هذا الانتصار والفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول مع الذيبة لسعيد بن بطي الزعبي. المركز الثالث نوف طالب بن فرج بن طالب آل عوير المري. المركز الرابع وصلت الرايدة لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري. المركز الخامس وصلت مرامي لبيشان بن محمد بن فهيد آل رزق العجمي. إذا تهانينا تهانينا وألف مبروك لمالكي مغيظة عاطف بن عطية بن حسن القرشي على هذا الفوز والانتصار. 12 دقيقة 55 ثانية وسبعة عشر جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا وألف مبروك. والنقطة الثانية مع هذا الشعار. المركز الثاني كان الوصول مع الذيبة سعيد بن بطي الزعبي مع الذيبة. 12 دقيقة 56 ثانية 91 جزءا من الثواني. ثالثا كان الوصول مع نوف طالب بن فرج بن طالب آل عوير المري. 12 دقيقة 58 ثانية و83 جزءا من الثواني. تهانينا تهانينا وألف مبروك.